الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق أيها الإخوة المشاهدون في هذه الآية الكريمة وقفات وتوجيهات ربانية للمسلمين إلى قيام الساعة وإن كان أصل تعلقها بالنبي صلى الله عليه وسلم فان النبي كان يستقبل الصحابه في بيوته ويقوم بحقهم في واجب الضيافه وكان عليه الصلاه والسلام قد استقبلهم في زواجه من زينب ام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها فجلس بعضهم بعد ان تناولوا الطعام يتسامرون ويتحدثون والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويدخل عليهم عسى ان يخرجوا من البيت لان الطعام قد انتهى والبيت ضيق وكان عليه الصلاه والسلام من كمال خلقه ومحبته لاصحابه والا يواجههم بما يكرهون صلى الله عليه وسلم غالبا لم يامرهم بالخروج واستحى من ذلك عليه الصلاه والسلام فانزل الله هذه الايات التي تبين أداب الضيافة وأداب إجابة الدعوة فإنه من المقرر شرعا أن من حق المسلم على المسلم إذا دعاه أن يجيبه ومن ترك الدعوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى, عصى الله ورسوله فالأدب الأول أن الإنسان يجيب دعوة من دعاه تطيبا لخاطره و ادخال السرور الى قلبه بذلك ثم في هذه الايات ايضا من الاداب ان الانسان يلتزم بموعد الدعوه فلا ياتي اليها مبكرا لان صاحب البيت قد يكون مشغول بترتيب المكان وترتيب الطعام للضيوف كذلك اذا انتهى من الطعام فيجلس معه ما يسمح به العرف والعاده ولا يطيل الحديث والكلام ويجلس مع الناس في اصحابه مع اصحابه ولا يعني يخرج الا بعد ذلك والناس يعني اعتادوا على اعراف وعادات في ذلك ايضا في هذه الايات تمام وكمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى فكان يستحي ان يامرهم بالخروج والحياء كما قال صلى الله عليه وسلم لا ياتي الا بخير ومن الخير الذي جاء به الحياء هذه التوجيهات الربانيه في اداب الضيافه وايضا في هذه الايات من الاحكام ان انه يحرم ان نؤذي النبي صلى الله عليه وسلم باي نوع من الايذاء صغر ام كبر وفي حياته يكون في مواجهته عليه الصلاه والسلام بكلام يحزنه او بفعل لا يرتضيه وبعد مماته ان يحافظ على الجناب النبوي في الثناء عليه والصلاه عليه صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه واتباع سنته والسير خلف منهجه والاقتداء به ايضا واختم بهذا في هذه الايات من الاداب ان الله سبحانه وتعالى يبين الحق الواجب اتباعه للناس جميعا في المواطن المختلفه ومن ذلك هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا هداه مهديين غير ضالين ولا مضلين والحمد لله رب العالمين thank <music> you